ينصح فضيلة الشيخ بتحقيقها وإخراجها إلى عالم المطبوعات باختصار أو ما يخبر الشيخ؟ والله ما يخبرني الآن شيء، لكن مبدأ العام هو طبعا الكتب التي فيها تصفية الأحاديث وبيان صحيحة من ضعيفة، وما يخطر في بالي الآن أن هناك شيء من هذا القبيل. على كل حال خطوة ثانية نشر كتب الحديث التي تروي الحديث بالأسانيد، والبدء منها بما كان صاحبه أو مؤلف الكتاب عالي الطبقة، لأنه من السهل الكلام على رجال كتابه بخلاف ما إذا كان متأخر الطبقة، فصعب جدا أن يصل الإنسان إلى معرفة كون السند ثابتا، لأنه سيقف أمامه كثير من الرواة الأدنيون لا يجد لهم ترجمة أو على الأقل لا يجد لهم توثيقا. فنشر هذه الكتب التي تروي الأحاديث بالأسانيد بلا شك يعني هي خطة ضرورية لما يفكر به البعض من إقامة موسوعة حديثية، ولعلكم بلغكم أنهم في قطر لأنهم يعني يهيئون أنفسهم لمثل هذا العمل، وقد أصدر الأستاذ يوسف القرضاوي جزءا صغيرا كمدخل لموسوعة حديثية، رأيته؟ لا. كان أرجو جزاه الله خير أرسل إلي نسخة منها، فأسأل الله أن يوفقهم للقيام بهذا الواجب الذي ما أظن أنهم سيقومون به، لأنه لا يوجد في العالم الإسلامي عشرات الأشخاص الذين يعني يصلحون ويتأهلون للقيام بمثل هذا الواجب، وإنما كما هو شأن في كثير من الأعمال الأخرى الجماعية كالموسوعة الفقهية يلمون لما من أطراف البلاد ناس ليس عندهم الفقه بالمعنى العلمي الصحيح المستنبط من الكتاب والسنة، وإنما عندهم الفقه التقليدي، كذلك ربما يجمعون الناس يلتقطون حديث من هنا وهناك ولا يحسنون تصنيفها ومعرفة مراتبها من الصح أو البعض. وعلى كل حال أسأل الله لهم التوفيق في هذا، فالقيام بتحقيق مثل هذه الكتب هو شيء أساسي بالنسبة للقيام بهذا المشروع العام وهو موسوعة الحديثية. نعم.